بتشكرك كتير على الفطور. ولو احنا دائما بالخدمة. صباح الخير. صباح النور سمرة. مبكرة اليوم كأنه؟ لا أنا دائما بجيب هالوقت لأنه أنا بفتح المركز. يعني كنتوا هون طول الليل؟ شوفك بالاجتماع سيد عمر، بخاطرك. مع السلامة دكتورة جيهان. بتمنى أنكم ما تواخذوني وإن شاء الله ما أكون أزعجتكم. لا سمرة أزعج شو، أساساً نحن كان عنا اجتماع وبلا ما أروح على البيت مشان ساعتين بتسطح هون شوي أحسن. يعني أنتوا عن جد نمتوا هون ليلة مبارح؟ شوفك سمرة. رح يطير عقل البنات بالخبر. الخامس وأبوهن أضرب من الأولاد، هلأ بيقيموا الدنيا وبيقعدوها. تماماً، هاد طلب نوال إنه تسمع الصريخ الصغار. وملكة النكد جيهان خانم جاية كمان اليوم ما هيك؟ صحيح، ليش هيك نكدية؟ يا ترى عيلتها كلها هيك؟ لا أبداً، عندها بنت مثل السكر ما بتشبه أما بنوب. إذا خلصتوا فاصل اللعي شو رأيكم نبلش بالاجتماع؟ بعتقد إنكم بمشفى ولازم نشتغل. اسم المشروع طفلك بإيدين أمينة. حالياً في قلق بخصوص زيادة الأطفال الغير مرغوب فيهم بسبب القوانين المفروضة ضد الإجهاض، ولهذا السبب نحن رح نبلش بإجراء نموذجي، والمشفى الغربي رح يساعدنا بهالموضوع. والتطبيق كيف بده يكون؟ الأمهات الرافضين لأطفالهم بيتصلوا فينا والمشرفين بيحولوهم لعند الدكاترة المختصين. طيب تليفون واحد كافي لهيك شيء؟ بهال 48 ساعة اللي قدامنا كل المكالمات رح تتحول لهذا التليفون. لهالسبب حاولوا ما تبعدوا كتير من هون أو حتى تبعدوا عن بعضكم. يعني اللي ما بدهن الطفل هن بيتصلوا؟ أساساً بيكونوا عم يولدوا، يا أما بيتصلوا من بيت رفقاتن أو بيتصلوا من حمامات المدارس، وما رح يروحوا على المشافي لأنهم رح يضطروا يعطوا اسمهم للمشفى. ومن بعد ما يسلموا الطفل شو بيصير؟ بتجيبوه لعند الدكتور عمر وهو بيفحصه. لنفرض أنه الطفل سليم، بعدين شو رح يصير؟ وقتها بتتصلوا بالخدمات الاجتماعية. ها، والأهم من هاد لا تنسوا الأساور، واحدة للأم وواحدة للطفل. وإذا الأم حبيت أنه تاخد الطفل فقدامها 6 أسابيع بس، وإذا ما أخدته فبيكون بإيدين أمينة. وإذا عندكم أي استفسار اسألوني. يلا يعطيكم العافية. عمر الأميرة النائمة كان قصير والشريرة رجعت من جديد. بدل ما تتمسخر لازم تقدر هالشي لأنه فيها خير للكل. يعني أنت بتقدريها لجيهان؟ ولا ليكون عندك شي علاقة سرية؟ أساساً قلبي حاسسني إنك عم تعيشي علاقة سرية. جيهان، بعرف إني غلطت بالحكي، لساتك ما بتعرفيني، أنا بحكي كتير الصبح، يعني هيك بحس حالي وكأني مضطر سلي العالم وضحكها شوي. ليكي، بيقولوا فنجان قهوة إلو خاطر 40 سنة، سامحيني كرمال قهوة الصبح. أساساً قهوتك كانت مثل الزفت. هذا آخر كلام عندك؟ لسه ما قلت آخر كلام عندي. انتقامي رح يكون عسير. بدي تنتقم لكان؟ ماشي بيصير. كبدة منيح ونبضات القلب منتظمة، كل شروط الولادة كانت متوفرة، الوضع منيح، وأمها قامت بعمل كتير عظيم. أوه، طلعتي سليمة، سمعتي عصفورتي الحلوة؟ إن شاء الله ما راح علي الاحتفال، سمعت أنكم منقذين طفلة. هاد إذا اعتبرتي إنقاذ. ولحتى يصير عندها عائلة مين بيعرف كيف رح تعيش؟ أو يا ترى رح يصير عندها عيلة؟ لا تحكي هيك، أنتوا أنقذتوها من رمية بالزبالة أو إنها تموت بشي ساحة من ساحات الجوامع، وهالشي مانو قليل أبداً. يسلموا إيديكم. يلا أخذك مشوار، شوفكم بعدين. الله معكم. هالمكان غير شكل،
الصبح كان فطور ودردشة وطقحنك. هالمركز بيشبه قهوة الضيعة. الله يسامحك لا تقولي قهوة الضيعة، خليها قهوة مدينة. بعرف ما بيصعب عليكم تلاقوا وسائل للعي، لهيك حبيت ضفلكم شوية بهارات من عندي، رح جهز لكم مفاجأة. يعني بلشتي بخطتك تبع الانتقام؟ جماعتك رح يطير عقلهم. ايه أنا ناطر على نار. ما عرفت أنه نوع بتحبي فجبت من كل نوع وردة. يسلموا إيديك بس ما رح آخدهم. يعني ما بيصير هون. هلأ فهمت عليكي. شكلك خايف من انتقامي. لا ليش لحتى خاف يعني؟ لو بتقدمي لي السم من إيدك رح أشربه. أنت كبرت بعائلة سعيدة ومليانة بالحب مو هيك؟ يعني بس لما كنت صغير. وليش؟ عائلتك كانت حزينة؟ لا مو حزينين بس قاسين شوي، وبجوز أنا كمان طالعت لهم. وأنا خلينا نقول أني إنسان مالل من أنه كل شي يكون سهل. شي حلو؟ حلو حلو كتير كمان. بس لعلمك ما تراجعت عن انتقامي. لا تتراجعي وأنا كتير متلهف ما بخبي عليك. سلميلي على السنافر. يا صبايا هالوردات لكم. والله أنت الوحيد مانك مطلوب هون. شو هي سمرة؟ الدكتورة جيهان بعتت هذا الظرف، أسماء الكل موجودة إلا أنت اسمك مو موجود. هاتي لشوف. ممتاز، أنا رح خبر البقية بهالموضوع. شكرا لك سمرة. أهلا وسهلا. بدي من الكل يعلق على هالصورة. أخذ الصورة أمل ما هيك؟ إيه اللي رفقاتك عجبتهم جناحاتك؟ إيه كيف لكانوا انغرموا فيها؟ رح يكبروا صورتي ويعلقوها على حيطان بيوتهم. يعني بفضلك أنت اختاروني رجل المسخرة الأول. إيه أنت كنت عم بتقول فيني اشرب السم من إيديكي وهلأ جاية تبكي مشان صورة صغيرة؟ تمام حبيبتي أنا ما عم أبكي. شو رأيك نتغدى سوا؟ ومناخد رفاه كمان. معلش خليها لغير مرة. ماشي. ألو رفاه؟ بالله حذري مين جنبي هلأ. أكيد بس اليوم مزعلين بابا سنفور كتير، أحكي معه حرام مشان تواسي شوي. ألو سنفورة شو عم تعملي؟ شي حلو